رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبيه وبمناسبة اليوم الدولي للتعليم فقد هنأ المجلس أبناء الوطن من الكوادر التعليمية شاكرا لهم ما يبذلونه من جهود في استمرار مسيرة التعليم في ظل جائحة فيروس كورونا وحثهم على الاستمرار بدورهم في دعم برامج الحكومة أو برنامج الحكومة نحو تطوير مسارات التعليم والارتقاء بمخرجاته لتواصل إسهامها في رفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى ذلك فقد قرر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تفعيل منظومة موحدة للتدقيق الداخلي بالجهات الحكومية تكفل تش... تشديد الرقابة الداخلية بالحكومة وتستند إلى أطر رقابية محددة كما اعتمد المجلس دليلا موحدا للتدقيق الداخلي يكفل توفير إطار تشغيلي موحد لأنشطة وعمليات التدقيق الداخلي على مستوى الوزارات والجهات الحكومية كما سيساهم الدليل الموحد للتدقيق الداخلي بالجهات الحكومية الذي يأتي ضمن مشاريع الإطار الموحد للمشاريع الحكومية ذات الأولوية في عادت المدققين الداخليين بالحكومه على اداء عملهم من خلال ما يوفره من اساسيات للتدقيق تعتمد على افضل المعايير المهنيه بما يسهم في تعزيز اطار الرقابه الداخليه ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل المنظومه الموحده للتدقيق الداخلي وتعميم الدليل على الوزارات والجهات الحكوميه ثم أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره وإدانة مملكة البحرين لاستمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشكل متعمد وممنهج مما يعرض للخطر حياة الأبرياء الآمنين والمنشآت المدنية الحيوية. كما أدان واستنكر العمل الإرهابي لميليشيات الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية واستهداف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وفيما أعرب المجلس عن تعزيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين فقد جدد موقف مملكة البحرين الداعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في تصديهما لهذه الاعتداءات الارهابية الخطيرة، وما يتخذانه من اجراءات لحفظ امنهما واستقرارهما. مرحبا المجلس في هذا الصدد بالبيان الذي اصدره مجلس الامن الدولي وجامعة الدول العربية، وادان فيه بالاجماع اعتداء ميليشيات الحوثي الارهابية على دولة الامارات. بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجه على جدول أعماله وقرر ما يلي: أولاً الموافقة على المذكرات التالية: مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الإجراءات التي تستهدف تعزيز النشاط الاستثماري والتجاري. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب. ثم استعرض المجلس المذكرات التاليه: مذكره اللجنه الوزاريه للشؤون الماليه والاقتصاديه والتوازن المالي بشان التحول الالكتروني الكامل فيما يتعلق بالايرادات والمدفوعات الحكوميه بما يساهم في تقديم بعض الخدمات على مدار الساعه دون الحاجه للحضور الشخصي. مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن التحول الإلكتروني في الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر استكمال تحويل 22 خدمة بقطاع التنمية الصناعية لخدمات إلكترونية. مذكرة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء بشأن مستجدات تركيب العدادات الذكية والانتهاء بنسبة 100% من تركيبها للمواطنين في مسكنهم الأول للحسابات المفتوحة. بما يكفل مزيدا من الكفاءة والدقة في احتساب الاستهلاك. وفي بند التقارير الوزارية فقد اطلع المجلس على التقارير الوزارية المرفوعة من اصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشان المواضيع التي تم بحثها خلال اجتماع الوفد الحكومي برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مع المسؤولين بجمهورية اليونان ومتابعة مسار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء من يناير عام 2021